بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أحسن الله إليكم: بعض الإخوة يصفون عالما من العلماء بأنه حامل راية الجرح والتعديل، فمن جرحه فهو المجروح بحجة أنه لن يجرح إلا بدليل، فيلزم اتباعه في ذلك. جرح والتعديل للإسلام في علم الحديث، وهذا أهله مات ومات من أحد، ما في أحد فيما نعلم من علماء الجرح والتعديل، لكن قد يكون من علماء الغيبة والنميمة، هذا موجود لمن يجرح الناس ويغتاب الناس، هذا ما هو من الجرح والتعديل. جرح والتعديل من علم الإسلام، وهذا له رجاله وانتهى ومات، والله أعلم، ما نعلم أحد، لكن قد يكون فيه من يقرأ كتب الجرح والتعديل ويستفيد منها، نعم. أما أن يقال هذا من علماء الجرح والتعديل ففي كلمة كبيرة ما تنطبق على ما من يقتصر على المطالعة وعلى قراءة الكتب، ما يكون من علماء الجرح والتعديل، لكن يقال مطلع فلان مطلع على